نختم مع الديار. كتب علي ضاحي: تعتيم على زيارة باسيل قطر للمرة الثانية خلال 9 أشهر، وأبرز ملفاتها النفط والعقوبات. العلاقة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ودولة قطر وأميرها تميم بن حمد الثاني غامضة، ويشوبها التعتيم إلى درجة كبيرة، حيث يحصر باسيل وفق معلومات للديار تفاصيل هذه العلاقة بشخصه ويدير هذا الملف بسرية تامة. وتكشف معلومات متقاطعة بين أكثر من قيادي بارز ونائب في تكتل لبنان القوي أن باسيل غادر الاثنين مبنى ميرنا الشلوحي، وبعد لقائه مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا مباشرة إلى المطار، حيث أقلته طائرة خاصة إلى قطر للقاء أميرها وكبار المسؤولين القطريين. وتشير المعلومات إلى أن باسيل لم يتواصل مع أحد من معاونيه أو مستشاريه لا قبل الزيارة ولا خلالها، وهو حتى تاريخ كتابة هذه السطور لا يزال خارج لبنان. ننتقل مباشرة عبر تطبيق زوم إلى الصحفي علي ضاحي الذي كتب هذا المقال في الديار تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة. صباح الخير أستاذ علي. طبعا هذه الزيارة كتب عنها منذ يومين كثيرا، ولكن أيضا معلومات تتحدث معلوماتك وهي معلومات الديار اللي كتبتها بالديار اليوم عن تفاصيل هذه الزيارة وكيف تمت. تفضل. صباح الخير لك كلارا وللمشاهدين. وللتصحيح امبارح يبدو وصل الوزير باسيل لما احنا كنا بعد الظهر، بين بنشاط بعدين. طبعا الظروف الأمنية دائما بتتم التكتم على موعد الوصول والمغادرة، ولكن كان تركيز على موعد الانطلاق للتأكيد انه هذه الزيارة قد ايه اهميتها. بطبيعة الحال الوزير باسيل وما يمثله يعني، وبعد طبعا انقضاء العهد وبعد دخول البلد بالشغور الرئاسي، اي زياره على قطر او اي دوله مؤثره مثل قطر يعني تعمل كثير تفسيرات وتاويلات. حقيقه لما لفتني بموضوع الزياره، اول شيء انه هي تاتي يعني بعد انتهاء العهد، اثنين انه في تكتم حولها طبعا لاهميتها والارتباطها بباسيل شخصيا. طبعا بالجانب الشخصي المتعلق بالعقوبات، وهو اعلن عنه عنكم على قناتي الجديد، بتذكر مع الاعلامي سامي كلاب انه قال هو بدا بتكليف فريق محامين للدفاع عنه، وهذا حق طبيعي له. العقوبات اللي تطالب وزير باسيل عقوبات سياسيه وعقوبات مسيسه من الجانب الامريكي، وحاولت اخضاعه يعني يفضل التفاهم مع حزب الله، وهذا يحسب للوزير باسيل حتى في كلام يعني يجب الاشتداد فيه. يعني سمعته من اكثر من طرف انه الوزير باسيل هو الوحيد الذي يعني لم يكن له خطابان بوجه حزب الله، يعني لا بويكليكس وخارج ويكليكس. لذلك يعني مهمه شاقه وليست سهله. ولماذا قطر؟ لانه قطر يعني بزياره الامير تميم للرئيس بايدن بكانون ثاني 2022 حدد ملفات التي تطلع بها قطر، من الجانب من ملف افغانستان والوساطه كانت مع طالبان، وصولا الى ملف النووي الايراني، الى ملف الترسيم، وايضا الى ملف اللبناني. ونحن نعرف قطر انه قطر كان لها دور ب 2006 باعاده الاعمار، ومن ثم باتفاق الدوحه، ومن فتره كان في واضح تماما انه كان في يعني مفاوضات شاقه بالجانب الترسيم، كان لقطر دور بتسهيل يعني او بتنعيم الموقف الامريكي ان صح التعبير، وباعطاء لبنان يعني الغالبيه من حقوقه الى الان، العبره بالتنفيذ طبعا. لذلك تاتي زياره الوزير باسيل الى قطر، الدوله العربيه الخليجيه التي يعني تمتاز بعلاقات مهمه اليوم مع امريكا في ظل التوتر بين السعوديه وامريكا، فيمكن نحكى بالجانب، ممكن يكون كمان الجانب الرئاسي قد بحث. يعني كان في حكي حدا انه عم يقول ربما يكون في وساطه قطريه مصريه في مرحله لاحقه بعد ما يستنفذ الفراغ يعني وقته، وبعد ما تصور القصه كثير عبء يعني بعد اشهر طويله. فكل هذا بكلام التحليلات، ولكن المعلومات اللي اكدها اكثر من مصدر ومن ثم حتى مصادر عربيه وخليجيه تقول انه الوزير باسيل يعني يعتمد على الوساطه القطريه لفك العقوبات السياسيه عنه، هي تتطلب قرار سياسي وتتطلب قرار ايضا، لأن هناك في اليه معينه بالمحاكم الامريكيه تتطلب ابراز يعني الحجج والدفاعات والملف المسيس حتى بالقضاء. ففي فريق قطري وامريكي باتعاب ربما تكون مش كثير مرتفعه لي يعني لرفع هذه العقوبات. من الجانب الثاني في متابعه على ملف الترسيم وملف الغاز، كان الرئيس عون
يعني ايضا من خلال السنتين الماضيين وحتى بدايه عهده منتصف عهده كان في كلام انه في وديعه قطريه لمصر لبنان بحوالي 50 مليار دولار، وايضا وديعه كويتيه من ثم يعني كان في اداء يعني مبادره حسنيه من الجانب القطري، وهذه مش اول مره بيعملها تجاه لبنان. ايضا الجانب الكويتي كان في اداء يعني نوع من المساعده لبنان لاقلاع بحكومه ميرقاطي، ولكن كان في فيتو امريكي وصار واضح تماما انه الامريكي لا يريد لهالبلد ان يتعافى، فكان يربط المصير يعني كان يتذرع انه وجود عهد موالي لحزب الله يمنع الاصلاحات ويمنع الى اخره. طب العهد لا عبيته، اليوم صرنا بمرحله جديده نفتش عن عهد جديد وعن حكومه جديده، الحصار مستمر. وربما تاتي هذه الزياره، هل تتمكن يعني لاحداث خارق؟ انا السؤال البديهي اللي بقوله اليوم، هل تتمكن قطر من احداث خرق في العلاقه بين يعني بين قطر ولبنان، ومن ثم تخلي او تخطي الفيتو الامريكي على لبنان؟ هل تمكن قطر من يعني من انعاش الاقتصاد عبر تامين نعم. يعني تمويل مسبق للنفط؟ هذا الامر مرتبط بالتطورات الجديده على الملف الامريكي. نعم، الصحفي علي ضاحي انا بشكرك لوجودك معنا. مشاهدينا فاصل، نتابع بعده الزميله جوزيفين ديب في الحدث.